هذه منطقه ديال ميموزا اللي كنا دائما كنقولوا راه فيها كتوقع فيها عده جرائم وعده اعتداءات خاصه على العيالات. فهذه المنطقه فهذا النهار هذا خاصه النهار هذا عرفت اعتداء على ستة ديال العيالات في هذه المنطقه. ومن طرف واحد اللي عنده واحد موتور هما كتشوفوا موتور ماشي من النوع الرفيع يعني من دوك الموتور اللي يعني ما يقدرش يسرع بزاف ولكن هو كيستغل الفراغ ديال الدرب كما كتشوفوا كيستغل هذا الفراغ وكيختار الضحيه ديالو اللي كتكون بوحدها. وهنا نموذج انتم كتشوفوا كيدوز هذه راه المره الثانيه ولا الثالثه اللي كيدوز هو شاف واحد الضحيه واحد المراه مسكينه جايه بوحدها هي جايه قاطعه شوف فاش كتفكر مسكينه تا غادي تشوفوا كيفاش غادي يدير لها. ها هو خرج ها هو زيرها مع التروطوار ها هو جبد السيف ديالو سيف تبارك الله. المراه تخلعات مسكينه راه لا داكشي اللي في يديها واش البسطام ولا تليفون سيد به هدوء زعما ها نتوما كتعاودوا تشوفوا هاد اللقطه كتعاود لاحت له مسكينه خوفا لا داكشي اللي في يديها. وخونا في الله هز موطورو كيتلفات وزاد بحالاته ومشى ضرب الدوره مع راساتو وشوف اشنو قال له راسو. انا كما قلنا هاد المنطقه كتعرف واحد الاعتداءات كثيره وهذه نموذج مسكينه هاد المراه هي غاده شوف كي غاده مسكينه مخلوعه وباقه ما طاقتش لا حد داكشي اللي في يديها وباقه فيها الخلعه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.